بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن الكلام عن نادي الزمالك الفتره الاخيره ما بيخلصش، الكلام على رحيل مصطفى محمد، الكلام على رحيل فرجاني، الكلام على ان كمان اشرف بن شرقي بيقدم دعوه في الاتحاد المصري ضد نادي الزمالك علشان تاخر المستحقات بتاعته، وناس الناحيه الثانيه تقول لك يا جماعه مرتضى لازم يرجع، مرتضى هو الوحيد الدرع وسيف للنادي، مرتضى في الوقت ده كان بيجيب لنا صفقات، مرتضى لو كان موجود كنا جبنا والتر بواليا، مرتضى مرتضى مرتضى. طب معلش بس مين سبب كل الكوارث اللي بتحصل دلوقتي جوه النادي؟ مين سبب تاخر مستحقات اللعيبه؟ مش مرتضى وابنه؟ ازاي طيب فهمني؟ لو حضرتك مثلا اوكلت مهمه بناء بيتك لصنايعي وقررت ان هو هيكمل معاك ويبني لي عم البيت، والراجل بسم الله ما شاء الله بنى لك البيت، تبص عليه من بره كده تحفه فنيه ومعماريه، تخش جوه تلاقي الحيطان كلها شقوق والحيطان كلها غشاش لك في المونه، والدنيا بالنسبه لك واضح ان كده كده البيت هيقع، بس لا انا هروح اجيبه هو علشان خاطر اللي يعمل لي التشطيبات. بس هو ده اللي عامل لي شكل البيت من بره جميل جدا، وهو ده اللي كان كل يوم بيجيب لي كده زغرفه وحاجات مثاليه يحطها بره البيت ومطلع البيت قدام الناس ان هو حاجه تحفه. ما هو يا ابني من جوه مبوظ الدنيا. مين سبب تاخر مستحقات؟ مين سبب مثلا لعيب زي فرجاني ساسي؟ انت منين يا فرجاني؟ انا من 100 عقبه ست المشاعر، هي الواد زملكاوي. لا ده محترف، لو ما خدش فلوسه النهارده بكره هقول لك سلام، لو جاله عرض من اي حته بره اقول لك والله يا باشا انا مولود في الدحيل القطري، والله يا باشا انا مولود في الامارات. هو راس ماله في الحياه كده، لعيب الكوره بيدور على دايما الفلوس اللي هياخدها اعلى من المكان اللي كان موجود فيه، والا مش هيتحرك. وفرجاني لو ما لقاش ان هو جاي له عرض من الدحيل القطري اغلى بكتير قوي من اللي هياخده هنا في مصر، ما كانش هيبقى نفسه ان هو يمشي. ومعلش يعني مع احترامي لمسؤولين نادي الزمالك وكابتن ايمن يونس واللجنه الجديده اللي موجوده، 5 مليون في رحيل مصطفى محمد ازاي تاني؟ او سانت تيان لو عايز اشتري لعيب من القاره نفسها في اوروبا، او عايز اشتري لعيب في الدرجه الثانيه في فرنسا هيشتريه ب 300 400 الف دولار. حته ان هو يدفع لك 5 مليون في مصطفى محمد ازاي؟ هتقولي ما ممكن يعملها تقسيط؟ اقول لك تمام، مش سانت تيان اللي ممكن يعمل الكلام ده. الكلام ده ممكن يعمله الانجليزي، بس سانت تيان لو لقاك ان انت بتغالي قوي في طلباتك لمصطفى هيقول لك لا انا راح اجيب واحد غيره. هتقولي ما مصطفى بعد الاولمبياد هيجيب ثمن اكتر من كده بكتير، اذا كان مصطفى نفسه مش واثق انه بعد الاولمبياد هيجي له عرض. فانت كمسؤولين هتقول لك ان انا ما بعوش دلوقتي استنى بعد الاولمبياد، ايه اللي ضمنك ان مصر ما تخسرش الثلاث ماتشات بتوعها في الاولمبياد وتطلع بدري بدري واللعيبه ما تقدمش اي حاجه؟ بيع يا عم وحل مشكله الديون اللي عندك، بيع وحل مشكله المستحقات المتاخره للعيبه. هتقول لي مصطفى ما ينفعش يتباع، خلاص وصل معاك بطريق مسدود، الجماهير مش هتنسى اللي هو عمله ولا هو هيكون مركز للعب مع نادي الزمالك الفتره اللي جايه، وخصوصا كمان موضوع الاعلام عندنا في مصر. يا جماعه مش اي لاعب بيلعب له ماتشين ثلاثه يكون ايكون واسطوره والراجل ده هو مستقبل النادي والراجل ده بيحب النادي اكثر ما بيحب امه وبيحب عياله والكلام ده. يا جماعه الكلام ده بقاش بياكل مع الناس علشان خاطر الناس متابعه الكره الاوروبيه والعالميه. الموضوع بتاع اللعيب اللي بيبص الشيرت ده بيحب النادي ويحب الكيان، لا ده بيشتغلك انت، ده بيتعامل معاك على ان انت لسه عايش في العصر الحجري، اللي هو اللعيب اللي بيبص الشيرت ده يبقى ابن النادي وفرحان ان هو موجود جوه النادي. يا جماعه كل لعيبه كره القدم عباره عن لعيبه محترفين، سواء اللعيبه المصريين او اللعيبه اللي انت بتجيبهم من خارج مصر، كلهم بيدوروا على دايما القرش، هتديني زياده جنيه عن المكان اللي انا كنت فيه هروح لك، مش تديني خليني في المكان اللي انا فيه، لو انت بتقدرني انا مش هسيب لك المكان ده. مشكله الزمالك في ايام مرتضى في اخر سنه ما كانش فيه فلوس. انت ناسي ميشو لما اتكلم مع مرتضى منصور على ان اللعيبه دي محتاجه تاخد فلوسها، مرتضى عمل معاه ايه؟ مرتضى مشاه. فتيجي انت دلوقتي وتعيط وتقول لي اصل مرتضى منصور لو رجع كان زماننا بنتعاقد مع لعيبه. طب هي مديونياتك ضد الضرايب ومديونياتك ضد التامينات وكل الكلام ده، مين اللي كان سبب في امه؟ مش مرتضى؟ يا ابني ما تجننيش، انا عندي ضغط وسكر حرام عليك من كل اللي انا بشوفه في الرياضه المصريه. يعملوا كام انتظار عشان جيرالدو يخش وفجاه تلاقي ان جيرالدو بيشتكي الاهلي ويقول لك دي قايمه مش قانونيه. ايه يا جماعه؟ يا جماعه موال الترزيه بتاع القوانين وموال الجمهور اللي بيطبل للعيبه علشان خاطر في نقاد وفي اعلاميين بيحبوا ان هم يوجهوا الشارع كده، ما بقاش ينفع يا جماعه. كل الفشل اللي هيبقى موجود في نادي الزمالك من هنا لحد 5 سنين قدام هو ورث مرتضى منصور جوه النادي. اللي عمله مرتضى منصور التاريخ عمره ما هينساه، بس مع ذلك في ناس بتنساه عادي وفي ناس بتقول ان الزمالك لو مرتضى موجود كان الدنيا اتغيرت. لا العيب فيك انت مش العيب في مرتضى او العيب في اي حاجه.
كل اللي موجودين في نادي الزمالك هم ناس بيلبسوا كل الفشل والفساد الاداري والفساد المالي اللي مرتضى منصور ومجلس ادارته كانوا بيعملوه. بس انت بس اللي بيتهيألك ان الزمالك مظلوم والزمالك بيتحارب. مشكلتي مع اقاله مرتضى هي توقيت اقاله مرتضى وتوقيت رحيل مجلسه، مش مشكلتي اقالته ابدا. الراجل ده عامل زي السرطان، كان لازم يترمي بره الرياضه المصريه عشان خلاص الراجل بقى سوس بيجري جواها. وخلاص خلصت من مرتضى منصور واحد، وبتمنى ان احنا نخلص من كل المرتضيات، سواء هاني ابو ايده، سواء احمد شوبير، سواء كل الناس اللي مودين الرياضه في مصر في 60,000 داهية. نتمنى ان احنا نخلص من الناس دي. ما تجيش تقول ان الزمالك كل مشاكله ان مرتضى مشي، لا الزمالك كل مشاكله ان مرتضى جه اساسا. لا الفريق ما عجبكش وشايف ان انا راجل ظالم ان مرتضى هو السيف والزرع للكيان، فبراحتك. آه الله كريم وربنا يقويك على حق.